السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي منصة إن شاء الله تنطلق قريبا، يعني هي تجريبية لسه، وحطينا على موقع بماريبيا كورسز تي كي، إن شاء الله هينتقل لموقع بماريبيا. ده تقدر تشوف الكورسات، أجي هنا أقول له أنا عايز أعمل ريجستريشن، بتكتب الإيميل بتاعك وبتكتب الاسم والتليفون. يعني مثلا على سبيل المثال هقول له هنا أنا عايز ادخل بالحساب بتاعي، اقول له لوج ان، فبيبدا يدخل. اقدر اشوف الكورسات اللي موجوده، دي الكورسات اللي هي الاركتكشر، مي بي ستراكشر، حاجات خاصه بالسستينابيلتي، نكس وركس. تقدر تدوس على اي كورس انت عايزه، تقدر تشوف الكورسات، تقدر تحمل الملفات، الامثله، الفاينل. في بعض الاسئله اول ما تجاوبها بتبدا تطلع لك شهاده اوتوماتيك. تمام، أسئلة سهلة وبسيطة إن شاء الله، محدش يزعل. يعني إن شاء الله كل اللي يطبق في الكورس يقدر ياخد الكورس على طول. تقدر تشوف الفيديوهات، الحساب بتاعك هتلاقي هنا الفايلات، الأباوت، الأصدقاء بتوعك، ماي درايف، أول فايل، فريندس. هو برمجة المهندس أحمد حمادة، صديق عزيز عليا. فالموقع سهل وجميل، ان شاء الله هنحط الرابط اسفل الفيديو. هو ده تجريبي، قريب قوي ان شاء الله ينطلق بشكل رسمي ويكون فيه فيديوهات لناس كتيره. ده الموقع بتاع بيم اريبيا، واتمنى ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله يعني قريبا يبقى حاجه قويه.